وعدنا لكم. نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة حلو قوي، فيها فواكه، فيها جناش بالشوكولاتة البيضة، هتطلع في الآخر حلوة وجديدة وشكلها وطعمها لذيذ. أخدت شوية مية، تقريبا 3 معالق مية عادية بحرارة الغرفة، وهضيف عليهم ظرف جيلاتين أو تقريبا معلقة من الجيلاتين، معلقة كبيرة، وأحط الجيلاتين كده في المية وأسيبه على في الوقت ده. هعمل ايه؟ هاخد الفواكه اللي عندي وهوزعها كده على العلب، الكميات والانواع اللي تحبيها. انا هحط انواع توت مع مانجا مكعبات، دي مجمدة طبعا، واحطهم كده. ودلوقتي هغطي الفواكه بالجلي والعسل بس كده، وهغطيهم وهدخلهم الثلاجة لحد ما الطبقة دي الجيلاتين فيها يتلسك. ده تعمليهم في طبق واحد او حاجات كده فردية زي ما انا عاملة اللي تحبيه. نيجي للطبقة التانية، هتكون عبارة عن ايه؟ دي شوكولاتة بيضة، ده 200 جرام، وسيحها في الميكرويف، وهدخلها الميكرويف دقيقة كده وكل 30 ثانية أقلب. شوفوا بعد ما ساحت أخدت دقيقة ونص وطلعتها، قلبتها يعني كل 30 ثانية طلعها. هضيف عليها يعني 75 ملي من الكريمة، طلعوا تقريبا 3 كوباية من الكريمة، وقلي كده لحد ما يتجانسوا الاتنين مع بعض. شوفوا تمام كده بقى ناعم كله. بعد ما الطبقة الأولى اتمسكت وجمدت هوزعه فوقها. بس كده، وهرجع التلاجة تاني يتمسك واجهز الزينة.
الزينة حبيت تبقى حاجة مميزة. هاخد حتة من الشوكولاتة البيضة واكسرها واسيح. اكل ده سويت مش اكل. تصدقي يا جوليا ان انا ما طلعتلوش اسم. بص يا جوجو اما خلصوا اوريهولك وتقولي لي اسم. اوكي تعطي اسم ايه رايك؟ لا عشان هو من وحي خيالي. هدخلها الميكرويف تدوب. دوبتها حطيتها في الاول 30 ثانية وبعد كده 20 ثانية لحد ما دابت كده. وبعدين هعمل ايه؟ شايفين ده؟ فاكرينه؟ عملنا بيه تشيز العسل قبل كده. طبعا بتنضفيه تغسليه وتخليه ينشف وبعد كده هدهن عليه الشوكولاتة البيضة. فهمتوا بقى التزيين هيبقى عبارة عن ايه؟ المهم ان احنا نعبيها كويس عشان تاخد الشكل. كده تمام. هدخلها الثلاجة هي كمان تجمد ويبقوا جاهزين مع بعض. وبعد ما برد شوفوا الشوكولاتة البيضة اطلعها. واكسرها بشكل عشوائي كده. يعني قطعة كده للتزيين. التزيين اختياري. انا اخترت الشكل ده كده مع حبة توت وورقة نعناع. ايه رأيكم في الجمال؟ يعني جيلي وفواكه من تحت، شوكولاتة بيضة من فوق كده. ايه رأيكم في المنظر؟ والله ينفع مشروع، يعني اللي عايزة تعملوا مشروع حلال عليها.